أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن ثقته التامة في تطعيم ملايين الأشخاص بلقاح أوكسفورد أسترازينيكا ضد فيروس كوفيد 19 مع حلول فصل الربيع لعام 2021. وأضاف هانكوك في أعقاب موافقة السلطات الصحية البريطانية على اللقاح أن إطلاق برنامج التطعيم سيبدأ في الرابع من يناير المقبل بعد أن طلبت المملكة 100 مليون جرعة من الشركة لتطعيم 50 مليون شخص. يبارزه بسيف الوقت وينافسه بطموح يفوق طموحه. لقاح أوكسفورد أسترازينيكا قد يفوز أمام فيروس كورونا بأوجهه المتعددة. المملكة المتحدة التي طورته في جامعتها أوكسفورد تعلن ترخيصه ليتسرب مع الأمل لأوردة ملايين البريطانيين. مهدت له وكالة تنظيم الأدوية وقالت اللقاح آمن وفعال. وزير الصحة البريطاني قال إنه على ثقة تامة بأن هذا الربيع سيزهر ليزيح كورونا خريف طال عمره. المستشفيات في كل أنحاء البلاد جاهزة لبدء التطعيم، وسيكون بالطبع هناك أولويات، ويمكننا أخذ اللقاح إلى منازل الرعاية، فهو يحتاج إلى درجة حرارة الثلاجة العادية. المملكة طلبت 100 مليون جرعة من اللقاح كافية لتطعيم 50 مليون شخص. لقاح تأنى في خطواته منذ أبريل الماضي، درسته المختبرات واختبرته على الآلاف، يهرول مسرعا الآن ليكبح جماح سلالة الفيروس الجديدة. يرجح باحثون تحور أغلق المملكة في أعياد ميلادها وطوقها برا وجوا وكدس المرضى على أسرتها الطبية، وأمس جاء بأرقام مرعبة في أعداد الضحايا للمرة الأولى تجاوزت 50 ألف مصاب. أما سعره فيقدر رخيصا مقارنة بمنافسيه، حيث تبلغ كلفة جرعته نحو 2.5 يورو. وعن فعاليته ذكر مؤسس الشركة المصنعة لصحيفة ساندي تايمز أن أسترازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100% ضد حالات حرجة من الفيروس. رئيس الحكومة البريطاني هنأ بلاده بلقاح وصفه انتصارا، ولعله فوز حاسم على وباء طال أجله وقصر في الصبر عمره. الآن عبر سكايب تنضم إلينا الدكتورة ميس عبسية الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية البريطانية بلندن. دكتورة ميس مرحبا بك. هل تفاؤل مات هانكوك وزير الصحة البريطاني في محله بهذا اللقاح الجديد؟ شكرا للاستضافة. الحقيقة أنه اللقاح هذا أجى في وقته، لأن حاليا مثل ما بتعرفوا بالنسبة للسلالة الجديدة عم تكون مسؤولة عن سرعة انتشار الفيروس، وحاليا عم بتكون في تضاعف في عدد الحالات. خلال أسبوع تم مضاعفة عدد الحالات. بالنسبة للحالات في المشافي وصلت إلى نفس الرقم اللي كان في قمة الموجة الأولى. أيضا بالنسبة للوفيات في تصاعد. فحاليا نحن بحاجة إلى اللقاح. هلا بالنسبة للقاح أسترازينيكا، من حيث المبدأ بيشبه لقاح مودرن أو فايزر بأنه بيعتمد على استخدام المادة الوراثية اللي هي بتعطينا المعلومات لاصطناع البروتين الشوكي أو هالنتوءات اللي بتشوفوها على سطح الفيروس، واللي هي رح تحفز جهاز المناعة. لكن الشيء اللي بيختلف بين لقاح أسترازينيكا واللقاح مودرن أو فايزر إلى أنه بيستخدم هو ناقل فيروسي آخر من أجل نقل هذه المعلومات للجسم. الناقل الفيروسي هو عبارة عن فيروس يسبب الرشح عند الشمبانزي، لكن تم تعديله بحيث أنه يصبح غير مولد للإنسان. هلا بالنسبه لاعطاء اللقاح، راح يتم طبعا حسب التجارب التدريجيه مثل ما عرفنا من قبل، كان على اساس على جرعتين وبيعطي فعاليه بنسبه 62% اذا كان الفرق بين الجرعات 21 يوم. لكن اليوم عفوا 62% قلتي دكتوره؟ نعم، اذا كان اعطى بجرعتين كاملتين. نعم. بينما اذا اعطى بنصف جرعه ثم جرعه كامله بيعطي فعاليه 90%، لكن هذه النتائج غير دقيقه حاليا. بالنسبه لهذه النتائج، هل هناك تقارب بين اللقاح الجديد استرازينيكا وباقي اللقاحات الموجوده حاليا في نسبه 90%؟ الآن بالنسبة كما ذكرت إعطاء جرعتين كاملتين بينات 21 يوم بيعطي 62% فعالية، وهي أقل من لقاح فايزر وموديرنا. لهيك الشركة اليوم صرحت أنه رح يتم إعطاء اللقاح على شكل جرعة ثم الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، وعندهم بيانات لكن لم يصرح عنها بعد أنه إذا أعطى اللقاح بهذه الطريقة فترتفع الفعالية لنسبة 70 أو 75%. الآن هل نحن بالنسبة لموضوع الفعالية، هل كتير هو مهم في هذه المرحلة من الوباء؟
الجواب لا، طالما انه الفعاليه اكبر من 50% فاللقاح مفيد لسببين. السبب الاول انه هو يمنع الحالات الشديده، يعني بخفف اعراض الكوفيد مثل لقاح موديرنا وفايزر. والشيء الثاني وكثير مهم انه هو يمنع الوفيات، حد من الوفيات. طيب ونفس الشيء مثل ما شفنا هانكوك لقاح موديرنا تحدث عن طلب الحكومة البريطانية ل100 مليون جرعة من هذا اللقاح من الشركة، هل هذا العدد كافي لتلقيح من يجب تلقيحهم هنا في بريطانيا كعدد سكان على جرعتين؟ نعم، لن يكون كافي، لأن في جزء من هذه الجرعات اللي هي 100 مليون راح أسترازينيكا أيضا راح تصنع قسم منها لكوفاكس، مبادرة كوفاكس. لأنه الشيء المميز الآن بأسترازينيكا أنه هي من اللقاحات الرائدة اللي هي راح تبيع اللقاح بسعر الكلفة، يعني الشركة ما راح تكسب مكاسب من وراء اللقاح، لهيك هو حيكون سعره كثير رخيص. وبالنسبة للجرعات إذا أعطي بهذه الطريقة اللي أنا ذكرتها، يعني أنه جرعة ثم الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، هذا بده يمكن نظريا من تطعيم تقريبا 2 مليون مواطن بريطاني طيب بالأسبوع. طبعا هذا من شأنه له تأثير كتير كبير على سير الوباء. دكتورة، الكلام هذا كله جيد إيجابي، نتمنى أن تنجح هذه اللقاحات في تخفيض الفيروس، ولكن سؤال المليون دولار، متى ستعود الحياة إلى طبيعتها بعد توفر هذا اللقاح الآن؟ إذا صارت الأمور كما يجب، يعني توفرت الجرعات وتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس، يعني نحن حتى نوصل لما يسمى مناعة القطيع نحتاج حاليا لتطعيم 75% تقريبا من السكان. وإذا لم يتحور الفيروس بشكل كبير، فأعتقد أنه خلال أشهر ممكن، يعني حتى الصيف، تبدأ الحياة بالعودة إلى طبيعتها. لكن لازم ننتبه لأنه موضوع اللقاح لن يتم إلى جميع الناس بنفس الوقت، واللقاح بده يأخذ وقت لحتى يحفز جهاز المناعة. لذلك يجب التقيد جدا بموضوع إجراءات الوقاية والتباعد، وخاصة حاليا في ظل انتشار سريع للوباء. شكرا جزيلا لك دكتورة ميس عبسية، الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية البريطانية بلندن.